السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هنكمل مع بعض النهاردة مقرر العلوم للفصل الدراسي الثاني. كنا وصلنا مع بعض للوحدة الثالثة اللي هي الأرض والكون في الدرس الثالث، وصلنا لآخر درس عندنا في مقرر العلوم الترم ده اللي هو الصخور والمعادن. أخدنا جزء الحصة اللي فاتت وإن شاء الله هنكمل الدرس النهاردة. هنتعرف على إيه مع بعض النهاردة؟ إيه أهداف درسنا النهاردة؟ إن شاء الله التعرف على كيفية تكوين الصخور الرسوبية والمتحولة، تمام؟ التعرف على أمثلة للصخور الرسوبية والمتحولة وتقدير أهمية الصخور كمورد طبيعي. احنا اتكلمنا امبارح عن نوع من أنواع الصخور اللي هي الصخور النارية، وعرفنا بتتكون ازاي وأمثلة عليها. إن شاء الله هنكمل النهاردة النوعين التانيين اللي هي الصخور الرسوبية والمتحولة. تعالوا نسترجع مع بعض تاني أنواع الصخور. عندنا ثلاث أنواع للصخور: الصخور النارية ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل الحصة اللي فاتت، والصخور الرسوبية والصخور المتحولة. يبقى أنا عندي أنواع الصخور تبعا لطريقة تكوينها: النارية والرسوبية والمتحولة، تمام؟ هنتكلم عن النوع الثاني اللي هو الصخور الرسوبية. هنعرف إيه هي الصخور الرسوبية. الصخور الرسوبية دي تمثل حوالي 5% فقط من الحجم الكلي لصخور القشرة الأرضية. متخيلين إن الصخور الرسوبية دي تمثل 5% فقط من الحجم الكلي لصخور القشرة الأرضية. بالرغم من ده، إن 5% دي تشكل غطاء يغلف حوالي 75% من سطح الكتلة الصلبة للأرض، تمام؟ يبقى هي نسبة الصخور من الحجم الكلي للصخور 5%، والصخور الرسوبية دي تغلف أو تشكل غطاء يغلف 75% من الكتلة الصلبة للأرض، وزي اللي في الصورة ده بيكون شكل الصخور الرسوبية، بتكون طبقات رقيقة فوق بعض. عايزين نعرف بتتكون ازاي الصخور الرسوبية. تعالوا نركز في الفيديو ده مع بعض. ده الفيديو بيوضح لي كيفية تكوين الصخور الرسوبية، تمام؟ دي رمال او جبال تنزل عليها مية تمثل الرياح والامطار بتمثل الامطار والسيول. نركز، المية وهي نازلة، تمام، بتاخد معاها الرمال الناعمة في طريقها، تمام، اهي بعد ما المية او السيول دي بتنتهي بتترسب الرمال الناعمة في اسفل الحوض، تمام، بتيجي موجة تانية من المية. ده على مدار عدة سنين، مش من مرة واحدة طبعا بتتكون الصخور، تمام، بتسيب طبقة تاني زي ما هو واضح في الفيديو، بتيجي طبقة تاني من المية، تمام، أو موجة تاني من المية بتتحرك وتنقل الرمال الناعمة في طريقها برضو وتترسب في أسفل الحوض، تمام. لو أخدنا بالنا في الكبار دول اللي هو الحصى والزلط بيكون في الأعلى، بمرور عدة مرات أو عدة موجات من المية بتتكون لي طبقات نتيجة ترسيب الرمال الناعمة دي، تمام؟ كل موجة أو كل سيل مثلا بيرسب لي طبقة طبقة فوق طبقة فوق طبقة، بيتكون لي الشكل ده اللي هو بيكون لي إيه؟ الصخور الرسوبية. يبقى المية وهي ماشية بتاخد الرمال الناعمة في طريقها تترسب أسفل الحوض، والحصى والزلط بيكون في أعلى، تمام؟ وكلما زادت سرعة الماء بيزداد حجم الحبيبات المنقولة. لما بيزيد سرعة المية المتحركة فبالتالي بيزيد حجم الحبيبات المنقولة، وده بالظبط زي اللي بيحصل في الأنهار والبحار وبتترسب الطبقات. يبقى هنا الصخور الرسوبية هي الصخور المتكونة من تصلب ايه؟ الرواسب. الصخور المتكونة من تصلب الرواسب. احنا لو شفنا، لو افتكرنا شفناه في الفيديو، تمام، في عندي رواسب اللي هي الرمال الناعمة بتكون في الأسفل والزلط والصخور بيكون في الأعلى، تمام، الرمال الناعمة بتتحرك مع المية بتترسب في القاع، تمام، ثم تتصلب، بعد كده بتيجي طبقة تانية من موجة أخرى بتترك برضو الرمال ناعمة، بمرور الوقت بتتصلب، وهكذا بتتصلب الرواسب دي بتكون لي الصخور الرسوبية. يبقى الصخور الرسوبية هي الصخور المتكونة من تصلب ايه؟ الرواسب.
تعالوا نشوف الخطوات. احنا شفناها في فيديو سريع ايه اللي حصل، ايه الخطوات اللي حصلت بالتفصيل عشان تتكون الصخور الرسوبيه. بتتم على خطوتين. اول خطوه او اول عمليه هي عمليات التفتيت والتحلل. عمليات التفتيت والتحلل اللي بيحصل فيها تفتت وتحلل الصخور الموجوده من قبل، سواء كانت ناريه او رسوبيه او متحوله. تمام، احنا قلنا موجات المياه وهي ماشيه ممكن يحصل برضو في الرياح. تمام، لو هواء شغل معاه الرمال الناعمه دي بتتفتت، تمام، لاجزاء صغيره جدا، يبقى الصخور الموجوده من قبل سواء كانت ناريه او رسوبيه او متحوله بتتفتت وتتحلل لاجزاء صغيره جدا. طيب بعد عمليه التفتيت والتحلل بيحصل ايه؟ بتحصل عمليه النقل والترسيب. تمام، يبقى اول جزء التفتيت والتحلل، بعد كده بيحصل نقل وترسيب. بيحصل فيها ايه؟ يتم نقل الصخور المفتته بواسطه المياه الجاريه زي ما شفنا في الفيديو، او بواسطه الرياح. يبقى ممكن تكون بدل ما المياه هي اللي بتنقل لي الصخور المفتته دي او الرمال، تمام، ممكن تنتقل عن طريق الرياح لو كانت رياح شديده. يبقى بتنتقل الى حيث يتم ترسيبها، بتترسب زي ما شفنا في مكان معين، ثم تترسب في وسط مائي او هوائي في عده طبقات متتاليه. تمام، موجة مية بتجيب شوية رمال أو بقايا صخور مفتتة، تمام، بتعمل لي طبقة، بعد كده تيجي موجة مية تانية بتعمل لي طبقة أخرى، وهكذا تتكون عدة طبقات. ممكن بتيجي رياح شديدة تعمل لي طبقة، بعد كده رياح بعدها بتعمل لي طبقة أخرى، يبقى بتتكون في عدة طبقات متتالية. خلاص، بمرور الزمن الطبقات دي بتتماسك بتكون لي الصخور الرسوبية، مش بتظل مفتتة طبعا، وهنعرف دلوقتي ايه اللي بيخليها او ازاي بتتماسك. مش بتكون مفتتة زي ما كانت في الاول، لا، بمرور الزمن الطبقات دي بتتماسك مع بعضها بتكون لي الصخور الرسوبية. تمام، يبقى انا عندي تكوين الصخور الرسوبية بيتم على جزئين او على خطوتين، عمليات التفتيت والتحلل، تمام، وعمليات النقل والترسيب، ثم ايه؟ التصلب. تمام، او التصخر. ايه التصخر ده؟ التصخر هي عملية تصلب الرواسب الصخرية لتكوين صخر رسوبي. يبقى عملية التصخر او التصلب هي عملية تصلب الرواسب الصخرية لتكوين صخر رسوبي. الرواسب الصخرية هنا يقصد بيها اللي هي الصخور الايه؟ المفتتة. احنا قلنا صخور موجودة من قبل اللي هي سواء كانت نارية او رسوبية او متحولة، تمام، بتتفتت ثم تتصلب. عملية التصلب ده او عملية تحويل الرواسب المفتتة الى صخور اسمها عملية ايه؟ التصخر، وبينتج عنها صخر رسوبي. تمام، دي بالنسبة لعملية التصخر. طيب يقول ان في ملحوظة يزداد تماسك طبقات الصخور الرسوبية بمرور الزمن. احنا قلنا لسنة أولى إن الطبقات دي اللي هي من الصخور المفتتة والرمال والحصى والزلط، تمام، بتكون طبقات فوق بعضها، بمرور الزمن بتتماسك وتتصلب الطبقات دي وتتكون الصخور الرسوبية. بمرور الزمن كل ما يمر زمن على الطبقات دي بيزداد إيه؟ يزداد تماسك الطبقات المكونة للصخور الرسوبية. ايه السبب؟ ممكن يسألني علل. يزداد تماسك طبقات الصخور الرسوبية بمرور الزمن، هنقول لأن الرواسب التي في الأسفل تتعرض لضغوط ناتجة عن أوزان الرواسب التي فوقها. في طبقة، الطبقة الأولى اللي اتكونت للرواسب، تمام، بتيجي عليها رواسب تانية، يبقى ايه؟ بتضغطها. بيبقى بتتعرض الرواسب التي في الأسفل لضغوط. بتيجي من فين الضغوط دي؟ ناتجة عن الرواسب أو أوزان الرواسب التي فوقها، تمام؟ وهكذا بتيجي طبقة تانية، طبقة رواسب بتضغط على الطبقات اللي في الأسفل، وهكذا بتيجي طبقة تانية بتضغط على الطبقات اللي تحتها. طيب نتيجة الضغط ده بيحصل إيه؟ يقلل أو تقل نسبة الماء الموجودة بين الحبيبات اللي هي الفتات الصخري. نتيجة الضغط، تخيل انت عندك مكان فيه او شيء فيه ميه بتضغط عليه، فبالتالي الميه اللي فيه او اللي موجوده في الفراغات اللي بين الجسيمات دي او الحبيبات دي الميه بتطلع لاعلى، تمام. فهنا نتيجه الضغط
الناتج عن الرواسب اللي من فوق بتقل نسبة الماء الموجودة بين الحبيبات، تمام؟ زي ما احنا شايفين في الصورة هنا، طبقات اهي اللي من فوق كانت نسبة 40% رواسب ونسبة 60% ماء. كل ما ننزل لتحت يعني بتضغط الطبقات اللي في الأسفل، بلاحظ اهو شايفين الفراغات اللي بين الحبيبات هنا بتقل، الفراغات دي عبارة عن مية، بمعناها ان نسبة الماء بتقل. طيب لما نيجي للطبقة اللي في الأسفل خالص، نبص النسب كده، 90% رواسب متماسكة و 10% فقط ماء. يبقى كل ما ننزل لأسفل بيزداد الضغط على الرواسب، فبالتالي تقل نسبة الماء الموجودة بين الحبيبات، وبمرور الزمن تصبح في صورة صلبة على هيئة طبقات فوق بعضها. بمرور الزمن المية دي نسبة 10% كمان مش هتكون موجودة، وتتصلب الرواسب دي وتصبح صورة صلبة، بيكون شكلها هيئة طبقات فوق بعضها. يبقى تاني ممكن يسألني علل، يزداد تماسك طبقات الصخور الرسوبية بمرور الزمن. السبب لأن الرواسب التي في الأسفل، تمام، تتعرض لضغوط ناتجة عن أوزان الرواسب التي فوقها. زي ما احنا شايفين اهي، دي الرواسب اللي في الأسفل بتضغط عليها الرواسب اللي في الطبقة اللي فوقها، مما يقلل نسبة الماء الموجودة بين الحبيبات، تمام. وبمرور الزمن تصبح الطبقات دي في صورة صلبة على هيئة طبقات فوق بعضها، تمام، بحيث تكون الطبقات اللي في الأسفل هي الأقدم، تمام. الطبقات اللي فوق بعضها دي عبارة عن إيه؟ طبعا الطبقات اللي في الأسفل هي الأقدم، والطبقات اللي في الأعلى هي الأحدث، تمام. عرفنا إيه هي تعريف الصخور الرسوبية، وعرفنا بتتكون إزاي وخطوات تكوينها. تعالوا نشوف أمثلة للصخور الرسوبية. الجدول ده بيوضح لي أمثلة للصخور الرسوبية. عندي مثالين، عندي الحجر الرملي والحجر الجيري. طيب تعالوا نشوف التكوين. الحجر الرملي بيتكون من إيه؟ نركز يا سنة أولى. الحجر الرملي بيتكون من تماسك حبيبات الرمل. تماسك حبيبات الرمل، أي حبيبات؟ التي يقل قطرها عن 2 ملي متر. يبقى الحجر الرملي ده بيتكون من تماسك حبيبات الرمل، ولكن شرط ان يقل قطرها عن 2 ملي متر، يعني الحبيبات صغيرة جدا. ده بالنسبة لتكوين الحجر الرملي. طيب تكوين الحجر الجيري، الحجر الجيري بيتكون من ايه؟ من ترسيب كربونات الكالسيوم في المحاجر الجيرية، تمام؟ مركب اسمه كربونات الكالسيوم، ده نتيجة ترسيبه في المحاجر بيتكون عندي الحجر الجيري. طيب ايه المعادن المكونة للأحجار دي؟ عندي الحجر الرملي المكون الأساسي له معظمه من معدن الكوارتز، تمام. يبقى الحجر الرملي بيتكون من معدن ايه؟ معدن الكوارتز. طيب الحجر الجيري بيتكون من معدن اسمه معدن ايه؟ الكالسيت. بيتكون من معدن اسمه معدن الكالسيت، تمام. ده بيتكون نتيجة زي ما قلنا ترسيب كربونات الكالسيوم. طيب لون الحجر الرملي اللي هو لون الرملة طبعا ايه؟ اصفر. لون الحجر الجيري لونه ابيض اللي هو لون الجير او لون الطباشير. طيب الملمس، الحجر الرملي بيكون خشن والحجر الجيري بيكون ناعم. شكل الحجر الرملي بيتكون على هيئة طبقات رقيقة، وشكل الحجر الجيري على هيئة ايه برضو؟ طبقات رقيقة، عشان هما كلاهما صخور رسوبية، واحنا عارفين ان الصخور الرسوبية تتكون من طبقات متتالية او طبقات فوق بعضها. تعالوا نعيد تاني الجزء ده، ممكن يسألني قارن بين الحجر الرملي والحجر الجيري. هنقارن، ادي اوجه المقارنة اهي. التكوين، الحجر الرملي بيتكون من تماسك حبيبات الرمل التي يقل قطرها عن 2 ملي متر، والحجر الجيري بيتكون من ترسيب كربونات الكالسيوم في المحاجر الجيرية. طيب الحجر الرملي بيتكون معظمه من معدن الكوارتز، الحجر الجيري بيتكون معظمه أو بيتكون من معدن الكالسيت، تمام. لون الحجر الرملي أصفر، الحجر الجيري أبيض. ملمس الحجر الرملي خشن، ملمس الحجر الجيري إيه؟ ناعم. شكل الحجر الرملي بيكون على هيئة طبقات رقيقة، وأيضا الحجر الجيري بيكون على هيئة طبقات
رقيقة. طيب أنا عندي حجر رملي وعندي حجر جيري، عايزة أميز بينهم عمليا، أعمل تجربة عملية عشان أميز بين الحجر الرملي والحجر الجيري. ممكن حد يقول لي يا مس ممكن باللون، الحجر الرملي لونه أصفر والحجر الجيري لونه أبيض، تمام؟ أنا عايز أعمل تجربة، أنا اللون مش واضح بالنسبة لي، تمام؟ ممكن حصل أو أنا حاسس إن لونهم قريب من بعض، تمام؟ عايز أعمل تجربة عملية تميز بين الحجر الرملي والحجر الجيري. ايه التجربة العملية؟ دي التجربة العملية. ايه طريقة التمييز؟ بإضافة عدة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف إلى كل منهما. ده الحجر الرملي وده الحجر الجيري. هستخدم حمض الهيدروكلوريك المخفف، هحط قطرات على الحجر الرملي وأحط قطرات على الحجر الجيري. طيب لما نضع قطرات من حمض الهيدروكلوريك على الحجر الرملي هيحصل ايه؟ لا يحدث تفاعل. الله، نلقى مفيش تغيير حصل، تمام؟ يبقى ده حجر رملي. طيب لما نضع عدة قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف على الحجر الجيري، تمام؟ او انا على الحجر اللي قدامي، في واحد ما حصلش معاه اي تفاعل ولا تغيير، يبقى على طول اعرف ان ده حجر رملي. الحجر الثاني هلا بيحصل ايه؟ يحدث تفاعل كيميائي. حصل تفاعل بين كربونات الكالسيوم اللي هي بتكون الحجر الجيري وبين حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي انا ضفته. طيب التفاعل الكيميائي ده اعرفه ازاي او هيظهر لي ايه؟ يظهر على هيئه فوران. قال بيحصل فوران نتيجه لتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، تمام؟ يبقى انا اميز بينهم، عندي حجرين معرفش مين رملي ومين جيري، بضيف حمض هيدروكلوريك مخفف، قطرات من حمض الهيدروكلوريك المخفف للحجرين اللي معايا. في واحد منهم مش هيحصل تفاعل، مش هيحصل اي تغيير، يبقى ده على طول ايه؟ الذي لا يحدث معه تفاعل، ده الحجر الرملي. طيب اللي هيحصل معاه تفاعل كيميائي ويحصل فوران بسبب تصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، يبقى على طول ده الحجر الايه؟ الحجر الجيري، تمام؟ وده اشكالهم، ده الحجر الرملي ده تقريبا مائل اللون الاصفر، وده طبعا لونه ابيض، تمام؟ يبقى ده التمييز بين الرملي والجيري باستخدام حمض الهيدروكلوريك المخفف. طيب النوع الثالث عندي والنوع الاخير من الصخور هو الصخور المتحوله، تمام؟ يبقى عندنا اتكلمنا عن الصخور النارية واتكلمنا عن الصخور الرسوبية، هنتكلم عن آخر نوع عندي اللي هو الصخور المتحولة. من اسمه كده، ده أولا شكله، تمام؟ ده شكل الصخور المتحولة. إيه الصخور المتحولة دي؟ هي الصخور الناشئة من تعرض الصخور القديمة اللي هي نارية أو رسوبية أو متحولة لعوامل الضغط والحرارة الشديدة. يبقى انا عندي صخور موجوده بالفعل، تمام، كانت ناريه او رسوبيه او متحوله بتتعرض، او هي ناريه او رسوبيه بالتحديد، تمام، بتتعرض لعوامل ضغط وحراره شديده فبتتحول لصخر اخر، تمام، بتتحول لنوع اخر من الصخور، والصخر الاخر الجديد ده يختلف في خواصه عما كان عليه قبل التحول. يبقى انا عندي صخور نارية او رسوبية بتتعرض لعوامل ضغط وحرارة شديدة جدا، تمام، نتيجة تعرضها للضغط والحرارة الشديدين دول بتتحول لنوع اخر من الصخور يسمى الصخور المتحولة. والصخور المتحولة دي خواصها تختلف عن خواص الصخور اللي كانت عليه قبل التحول. يعني مثلا لو ده صخر ناري اتعرض لعوامل ضغط وحرارة شديدة فبيتحول لصخر متحول، تمام، خواصه بتختلف عن الصخور النارية. محدش يقول لي ده كان صخر ناري يبقى ليه نفس الخواص بتاعت الصخور النارية، لا، بتختلف خواص الصخر الجديد اللي هو المتحول عن الخواص اللي كانت عليه قبل التحول. ونفس الكلام لو كان صخر رسوبي هو اللي تحول لصخر، او هو اللي تعرض لضغط وحرارة شديدين صخر متحول، الخواص بتاعت الصخر المتحول ده بتختلف عن الصخر الرسوبي، تمام؟ طيب تتكون الصخور المتحولة غالبا في صخور القشرة الأرضية، أي صخور التي تتداخل فيها مادة الصهير اللي هي المجمى، زي ما احنا شايفين في الصورة هنا. الصخور المتحولة دي بتتكون في صخور القشرة الأرضية التي نتجت من المجمى،
تمام، اللي هي الصخور الجوفية. يبقى الصخور المتحولة غالبا تتكون في صخور القشرة الأرضية التي تتداخل فيها مادة الصهير اللي هي الماجما، تمام، اللي هي المعادن المنصهرة اللي موجودة في باطن الأرض، تمام، دي اللي بينتج عنها غالبا الصخور المتحولة. طيب إيه العوامل التي يتوقف عليها تحول الصخور الجوفية اللي هي في شقوق القشرة الأرضية؟ احنا اتفقنا الحصة اللي فاتت ان الصخور الجوفية ده نوع من الصخور النارية، تمام، بتتكون في شقوق القشرة الأرضية نتيجة لبرودة الماجما او تجمد الماجما. ايه العوامل اللي بتخلي الصخر الجوفي ده يتحول ويصبح صخر متحول؟ عندي ثلاث عوامل. اول عامل كتلة مادة الصهير، كتلة الماجما دي، تمام، من ضمن العوامل بتوقف عليها تحول الصخور الجوفية لصخر متحول، تمام، ودرجة حرارة الصهير ونوع الصخور المحيطة بالصهير. يبقى أنا عندي ثلاث عوامل يتوقف عليها تحول الصخور الجوفية، تمام، كتلة مادة الصهير اللي هي الماجما دي، تمام، ودرجة حرارة الصهير والصخور المحيطة بالصهير، تمام. دول الثلاث عوامل اللي بتوقف عليهم تحول الصخور الجوفية الموجودة في شقوق القشرة الأرضية. ايه اهم امثله عندي للصخور المتحوله؟ عندي الرخام، ده اهم مثل على الصخور المتحوله، وتقريبا كلنا عارفين الرخام او شفناه بيكون في مداخل المباني او على واجهات المباني. طيب ايه الخواص بتاعه الرخام؟ تعالوا نشوف مع بعض خواص الرخام اللي هو من ضمن الصخور المتحوله. ان هو يتكون من تحول الحجر الجيري. الحجر الجيري ده لسه شارحينه ان هو من ضمن الصخور الرسوبيه، تمام. يبقى الحجر الجيري ده لما يتحول بيتكون الرخام. يتحول يعني ايه؟ يعني يتعرض لضغط وحراره شديدين. اكثر صلابه وتماسك من الحجر الجيري، تمام. احنا قلنا ان خواص الصخور المتحوله بتختلف عن خواص الصخور اللي كانت عليها من قبل، تمام. يبقى هنا بيكون الرخام اكثر صلابه وتماسك من الحجر الجيري. ملمسه خشن، ملمس الرخام بيكون خشن. لونه ابيض. الحجر الرخام طبعا احنا عارفين ان هو بيتكون من ايه؟ من الحجر الجيري، وعارفين ان الحجر الجيري لونه ابيض، يبقى طبيعي الرخام هيكون لونه ابيض اذا كان الحجر الجيري ده ايه؟ نقي، تمام. يبقى هيديني الرخام لونه ابيض. طيب وله الوان اخرى، بيكون رخام ملون اذا كان به شوائب. يبقى هو الطبيعي الرخام بيكون لونه ابيض لو كان نقي زي ما احنا شايفين في الصوره كده، تمام، ولو كان به شوائب. الحجر الجيري اللي اتحول ده فيه شوائب بيكون الرخام ظهر عندي ايه؟ له الوان. دي خواص الرخام اللي هو اهم صخر متحول. كده احنا خلصنا درسنا النهارده، اتكلمنا عن انواع الصخور الناريه والرسوبيه ومتحوله، وعرفنا خواص كل منهم وامثله عليهم وطريقة تكوين كل منهم. تعالوا نراجعهم مع بعض سريعا. اتكلمنا عن أنواع الصخور. عندي الصخور النارية والرسوبية والمتحولة. الصخور النارية لها نوعين، صخور نارية جوفية زي الجرانيت، وصخور نارية بركانية زي البازلت. وقلنا إن النارية الجوفية دي بتكون أو بتتكون داخل شقوق القشرة الأرضية، والبركانية تتكون على سطح الأرض، تمام، لما تخرج اللافا وتبرد على سطح الأرض. يبقى أمثلة الصخور النارية عندي الجرانيت والبازل. الصخور الرسوبية ده النوع الثاني من الصخور، تمام، بيتكون من إيه؟ بيتكون من أو أمثلة عليه بيتكون عبارة عن الحجر الرملي والحجر الجيري، تمام. يبقى أمثلة الصخور الرسوبية حجر رملي وحجر جيري. أمثلة على الصخور المتحولة اللي هي نتيجة من تحول الصخور النارية أو الرسوبية نتيجة تعرضها لضغط وحرارة شديدين، تظهر عندي الصخور المتحولة وأمثلة عليها أو أهم مثال عليها اللي هو إيه؟ الرخام، تمام. كده خلص مقرر العلوم للصف الأول إعدادي الترم الثاني. أتمنى لكم النجاح والتوفيق. كانت معكم الأستاذة رويدة أحمد محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.